كيف نعمل مقشر للجسم من دقيق الشوفان؟ نحتاج إلى 3 ملاعق طعام من الحليب الصافي، 2 من السكر، 2 من دقيق الشوفان. نبدأ بوضع كأس من دقيق الشوفان في وعاء المزج. نسكب 2 من السكر. نضيف 3 ملاعق من الحليب الصافي. نحرك الخليط جيداً ليصبح متماسكاً وجاهزاً للاستخدام. نأخذ القليل من الخليط ونفرك به جسمنا جيداً لإزالة الجلد الميت. في النهاية نغسل الجسم بالماء والصابون. هل تعلم أن دقيق الشوفان يستخدم في تبييض البشرة؟